اذا اللي قال الحق فهاد البلاد حمق. لا ماشي حمقه، اولا شي غدا وبعد غدا يحطوا لي بلان 2023 باقي البلانات دابا. شنو البلان غيحطوا لي انا؟ ماشي البوفا واقيلا شي مخدر ما كاينش. الخراب هي البوفا، هي لا نوفيل جينيراسيون ستوب. راسك يولي حجره، لا للضياع، لا للخوف، لا للبوفا. انا مهدده من راجلي راه مشى. واسيدنا العار، انت الوحيد اللي قادر تحل هذا المشكل وهذا الخراب اللي حنا فيه. ومن هذا الراجل تيبيع البوفا خاص يكون عندي كونت صحيح، ما نكون ساكنة في بوسبير ولا زنقة 30. مني واحد تيدخل 3 مليون 90 مليون الشهر، وزير ما تيدخلهاش، مع احتراماتي ليه قرا تاعيا حفا مخو. مني مرشد يعيط لك ويبدا يضحك عليك ويقول لك ها 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 مرشد. كيفاش مرشد؟ برقاك مخبير. ما نقولوش حنا بمخبير، مخبير قول الحق. مخبر عندي عليك الاوديوات جاي تاخذ الفلوس. الا كنتي مخبر تعرفني بنت الدرب وكبر مع بنات خصك، اذا انت خصك تبيع البوفه اللي حاط عليا دابا سكيري تما حاضياني. شنو غتحضي؟ واردوان علاش سنيتي؟ مناش خفتي؟ شنو كان عندك؟ انا ما عارفاش. قول لي البوفه في الدار؟ لا. واش هالي يعقل لا تكون في الدار ويكون تيبيعها وغنجي انا نحيح؟ علاش غنحيح؟ علاش هما يضربوني؟ علاش يهجموا عليا وعليا ملي حنا تنبيعوا معاهم بوفا او عندنا البوفا؟ دابا السبب ديال داك الهجوم هو انكم ما بغيتوش تشدوا البوفا. بيان سور، هاد سبب الهجوم باش ما نشدوش البوفا على 300 درهم اجور. قال لي بغيت نقعدك. اش تقعد فيها اخويا؟ سير قعد راسك. نقول لك قد راسي. سير شوف انت فين عايش بعدا البيت اللي عايش فيه. 3 مليون فين عايش انت دابا؟ على شكون اللي عطاهم فين كاين هو؟ انا اللي ديت الورقه، انا اللي بحثت عليه فين كاين، حيت عارفه غيضربني، حيت غدار غدار. هذا الراجل عنده 63 عام، شنو غادي يجرى فيه؟ 63 عام عاد مشى يبيع البوفه، وهذاك الوقت يبيع البيضانيت. وعلاش غنخاف انا ملي غيبيع هو البوفه وتكون عنده الفلوس والحمايه السلطات مع احتراماتنا السلطات الشرفاء؟ وما هذا اللي باغي يصيفطني ولا كلشي راه حنا كاتبين بيه، حنا العالم كاتب بيه. والله يجعل السلامه في هاد النهار ونخرج من هنا نمشي لكود العكاشه. باغيين يصيفطوني انا ولا باس ما عرفتش علاش. وحنا اليوم هنا علاش؟ اش عندي بنت ليكم؟ ها والو، ها بنت الشعب راه ضربني هاكا وانا فايسه مضروبه عندي 13 عام 81 غرزه والموس محكوك بالثومه. تنطالب الرئيس ديال النيابة العامة يتدخل في هذا الأمر. رئيس النيابة العامة يتدخل في هذا الأمر، الله يجازيه بخير. بغينا حنا واحد البحث نزيه. مسطرة مرجعية لا مكيناش. شناهو البلان تنقلبو عليهم نديرو لهم ميكروسكوب؟ معن غيتواجه مع خوه؟ خوه ما عرفتش شنو حاطين ليه؟ علاش ما عيطوش ليا على الوشاية الكاذبة وتلفيق التهمة وتضليل السلطات؟ انا درت محامي غير باش يدخل لي الورقه ديال الاغتصاب ديال ولدو اللي طلبني خوه اللي كبر من فوق منو سميتو. قال لي ما تجبديش هذا الموضوع حيت عارف الخليه اللي غتجي. رئيس مصلحه السابق ديال الصور الجديد كان يضربو بالسيف، العالم كله تيشوف. علاش؟ شنو السبب اللي كان جاي يدخل عليه؟ جاي يدير خدمتو؟ جاي 10 بريغاد معاه؟ مع الحلامه معانا. الراجل تيسحب راسو جاي انسان عادي وراجع عند كانيباليست. قال لي كتسير باب ما باغيش ينزل، ما باغيش ينزل. انا مرة تخرج في عينيه؟ لا. علاش؟ فايسه مضروبه اخويا. جي عاود ضربني مرحبا بك دابا. اللي بغى يدير شي حاجه مرحبا به. والله تحرى، اقسم لك بالله تحرى، اقسم بالله تحرى، اقسم بالله تحرى. تالي غيكسب هاد المحضر وغيسني فيه. واش ما كاينش الله؟ واش ما كاينش الله؟ واش ما غتنعش في قبرك واحد النهار؟ ما غتنعش معاك الفلوس
واش ما غسم... الله ما ينتقملكش من بنتك، واش ما ينتقملكش من مرسك، حاشا ما يعد الله كينتقم بالدنيا عدا باش الاخره. انا ما نسمح لهم لا الدنيا لا اخره بعدا. وهذا الراجل اللي مات في الحبس تقليدو عليا وعلى خوتو، انا حيت قلت الحقيقه تقليدو على قلت الحق، حيت هو قال لي هادشي راه كله غتخرج عليا انا، حيت عندي الصوابق على الحشيش ماشي على الضرب ماشي على الجرح ماشي على الاغتصاب. شحال من 8 سنين الاغتصاب، السرقه، المخدرات الصلبه، التجاره الداخل، بقى عندي مازال ما نقول ماشي دابا تيحطوا عليه يديهم شي حد، وجميع الحوايج اللي تنعرف حطهم عند اناس غير سوق عليا شي حاجه عاد باش يقولوا ها ها العيب ها العيب. دابا قال لك يلاه بان السيد ما كانش معروف، يلاه بان انه تاجر مخدرات الصلبه ديال بوفه 63 عام الفجر ما تيخليش، عيب الواحد راه هو معروف والعيالات. انا يتمنى في العيالات، انا قال لك انا تزوج بقضاء ماشي على شي حاجه، انا تنعرف نجيب الدرهم دراعي، تزوج على 42 عام اونكور فيرج، عندي سيرتيفيكات ديالي نمشيوك الثاني طبيبه الاخرى اونكور فيرج خداني تنحمل تيطيح لي بنادم قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله ما شاء فعل، اللي بغى الله هي اللي غتكون. تنوجه نداء ثم تنوجه نداء ثم تنوجه نداء، سيدنا رباطية وسيدنا حمايتنا، هاد الناس ما غادروش التراب الوطني باش يعرفوا بحقك، انت هو الحماية ديالنا، انت هو ظهرنا، انت هو بانا، انت هو خونا، انت هو كلشي. ها العار ما تدخل في هاد الخراب، وها العار سيدنا انا مزوقه فيك، انا بنت الشعب قلت غير الحق، ما كاينه غير يدك اللي غتحط وسي الحموشي. تنوجه نداء لسيدنا، انا رباطي وبا عسكري، لسيدنا محمد السادس، عاش الملك عاش الملك عاش الملك، حنا رباطيين وتنبغيو من قلبنا، ما طالبينش منو شي حاجه. حنا شنو عطينا بعدا؟ شنو عطينا حنا الوطن باش اللي ناض غادي يحل فمو؟ عاش الملك عاش السلطات عاش السي الحموشي. خراب هاك خراب، الخراب هذا هي البوفا، الخراب هي البوفا، هي لا نوفيل جينيراسيون ستوب. راسك يولي حجره، ممكن تغتصب امك، ممكن تغتصب اختك، ممكن تدي اختك عند بزناز، مني راجل يجيب مرتو هذاك راه هدر، واحد راه شاف وسمع مية دريات ما شاء الله. هاد الامهات فين كاينين؟ واش ناعسين؟ نحترم اللي ناعسه واللي خدامه. انا تنقول لهم غير تصاحبوا مع بناتكم، ما تبقاش اللي عرفاتكم انت عند شي مده تقولها لا بوخت، وبا تيقولها تحشمي بيا، وخا يقولها طيحي بيا. هاد البوفا راه خراب، هاد البوفا راه والو، تخوا شوغ كتخ شوغ صافي مشيتي. اذا فين هو الاجيال الصاعده؟ انا راجلي راه واقيلا مشى 46 عام، كون كانت بنتي، كون كانت بنتك، كون كانت بنتك، حنا كنا بحال بحال، كنا بنات الشعب، لا للضياع، لا للخوف، لا للبوفة. تنطالب من سيدنا جزاه الله خير، تنطالب من سيدنا جزاه الله الخير، والله يعطيه صحيحته ويحط يديه في هذا الموضوع، هذا الخراب. الشباب ما غيطلعش، اقسم بالله ما غيطلع، اقسم بالله ما غيطلع.
انا قلت شي حاجه شفتها بعينيا، شفتها بعينيا. سيدنا عاش الملك وسيدنا العار، انت الوحيد اللي قادر تحل هذا المشكل وهذا الخراب اللي حنا فيه. راه كلشي تيشوف وساكت، كلشي عارف وساكت. يمكن من اليوم نقدر نموت. عاش الملك، تنطالب نداء من الاسره العلويه. سيدنا الرايه الحمراء، انا راه مغادره التراب الوطني، تنعرف قيمته مزيان، ماشي حيت رباطيه، حنا كاع ولاد الشعب من طنجه للقويره. حيت سيدنا هو اللي غادي يوقف هادشي، سيدنا هو اللي غادي يهضر فهادشي. حنا ولاد الشعب، انا تنطالب من سيدنا، تحياتي لسيدنا لحميت بوش. مين تنقول سيدنا؟ هاهو سيدنا، الا ما يحل ويحط يديه في هاد المشكل، يحط اناس نزيهين يبحثوا في هاد المشكل، راه الضياع والخراب، راه الاغتصاب كثر، راه الفساد كثر، راه حسبي الله ونعم الوكيل. كون كانت انا عندي كاميرا ولا كنت في الاول ما غاديش يكون هاد الشيء، كون خرجتو لكم اونلاين ديريكت، نقرا بركه في الزنقه ونخليكم تفرجوا في الدريت شنو تيديروا، ولا اللي يجيب بلازما، ولا اللي يجيب تليفون، ولا اللي يجيب براد، ولا اللي تيخوت اللي تيقول ليه درهم، تنسمع بودني، تنتحاسب بها امام الله. انا ماشي باغا نطلع البيز ولا اللايف ولا باغا نوصل شي نيفو، انا مهدده. ميراج اللي راه مشى، هادشي تنطالب من سيدنا والو. عاش الملك. انا بعدا وليت نتعالج عند دكتور نفساني، مبقيتش الناس راجل راه في الحبس. طلب، تنوجه طلب، تنوجه طلب لسيدنا يوقف هاد المشكل. راه الشعب كله تيتخرب، مراجل راه ليه الله. شعب شعب شعب، لا نوفيل جينيراسيون، فين هما الكويرية وفين هما الكويزين؟ انا حيت خدمت في لاكويزين، دري صغير تياخد كاتميل يبدا بشويه بشويه، فين هو هادشي؟ فين غيكون؟ يدخل العسكر، اولمبيات كيما نوال المتوكل. علاش انا كل ما تضربت في وجهي كنت بغيت الباسكيت؟ الظروف والقدر. انا كنت قال الوالد وقريت ما تضربت كنت باغي يخرجني عسكريه، ما عرفتش علاش. اخر كلمه تنقول واخر طلوع ديالي غنطلع، احتراماتي للسلطات، نداء لسيدنا يوقفنا في هذا الامر، واحتراماتي لاذاعه السفير اللي قدراتني وتسنطات ليا وساندتني، واحتراماتي الرساله اللي وصلت للشعب، احتراماتي الرساله اللي وصلت لولاد الشعب اللي تيتلاقاو معايا في الزنقه، الناس اللي واعيين، الناس اللي قارين وفاهمين انهم استوعبوا، استوعبوا هادشي اشنا هو. هذا هو اللي بغيت نقول لكم. مي راه راجلي استهدف، انا حيت ما عنديش البلانات ولا ما دوزاش الحبس، شوف البياج اللي غيديروا شنا هو. قدر الله ما شاء فعل. انا تحت حمايه السلطات، احتراماتي للسلطات، وعاش الملك، عاش الحموشي، عاش الناس اللي استقبلوني وحصرموني وقدروني وخرجوا معايا وصنطوا ليا، وما حمايتي حاليا. ولكن دابا تنطالب نداء لسيدنا يتدخل في هذا المشكل. مسطره مرجعيه لا، بلانات لا، ولا اللي نصيحت لك بلان سر الحبس، ولا عطيني مور 4 مليون 3 مليون. انا عند الله ما عندي حتى شي حاجه، بنت الشعب اكس بالنيكس، باش ما يستهدفوا لي حتى شي حد.